كثر الله خيرك يا نايف، لا خلا ولا عدم، جعلك تسلم. والله يحييك، جعله من يسر ان شاء الله. هلا من عسر، جعله بالعافيه، جعله بالعافيه. بس غريبه شغله اليوم ماشي، ما جاز لي اكله مثل اول. والله صدق الشيف اليوم ما ضبط الاكل. بس كثر خيرك. 8200 وتقول ما جاز لك؟ جعلك تغص، اقصد جعله يحدر. 8000 يا رجال. 8000 يا رجال ولا شيء، شكلك زبون ومسوي لك خصم. انا ما قد جيت هنا وطلعت الا ب10000. ابى اعطيكم معلومه بس عن اخوي نايف جعله يسلم. مره من المرات طالعين نتمشى قال ابغى تعشى، قلت سام وش تبغى؟ قال ابغى فول وتميس. مسكت على فول وتميس، تصدقون؟ رحنا واكلنا وعينا من الله خير، جت الفاتوره، ناظر الحساب الا كم؟ 30 ريال. لو شفتوا وجهه كيف تضايق وزعل، والله ما تكملون اكلكم. راح يركض للكاشير، يا حبيبي هذه 3000 ريال، عني وعن الموجودين كلهم. كريم جعله يسلم. اي صح صح. اقول بس يا مدير تعال خذ الاكل، باقي سفري. في واحد اسمه عامر بن علي بياكله بكره وبعده لمده اسبوع قدام، حتى بيصور سناب. يا اخوان ترى بايع سيارته توه، ادعوا له. الله يسلمك، محتاجين والظروف صعبه، علينا ايقاف خدمات ونبي 5000 ريال حق تجار الجي كلاس وعشا في العود سكوير. جعلك سالم، مو بالدوسري حقتنا.